درك حنا مع الفوضى هذه وسوء التسيير، لو كان سوء التنظيم، لو كان جا كان تنظيم مليح، لو كان داك العبد يشري بيه راح يروح، الناس تشري بالعشرة بالعشرين بالمئة بالخمسين، ما كانش تنظيم. يقول لك اخويا اللي بي اللي كيشي يفكوا على الوحدة، لقيناه نفكوا الصباع قبل الوحدة، ودركا دخلناك تشوف كيفاه، الشعب يضرب الدولة يدزو فينا، ما كانش ما يخليوناش نديه واحد يدي ب 30 بي 200 بي، واحد ما يديش بي فريدة. برك عليهم خويا، ما كان حتى واحد نيو لي انديسبونسابل، ما كانش فريق يعيش بيا ولا يعيش باللعاب، الفريق عنده ولادو وعنده ناسو وعنده الانصار تاعو، حتى واحد ما انديسبونسابل في قسنطينة. اللي يروح مبروك عليه، هذا الهدف تاعي انا، انه اللاعب يوصل مستوى عالي ويروح مكان حتى مشكل ويجي واحد اخر ويروح ان شاء الله. شيخ علاش خير تمنيا ان شاء الله، مازال عندي عندي عقد هنايا ان شاء الله نشرفه ان شاء الله. راني نسمع باللي ورحماني رايح، انا ما عندي حتى بلاصه، سيفري ما كانش لاعب ما عندوش اتصالات، انا ما رايح حتى البلاصه، عندي عقد يربطني بفريق شباب قسنطينه مازال لي عام، ان شاء الله يا ربي انا نكمل العقد تاعي، نشرف العقد تاعي كما شرفت العقود تاعي قبل، راح نشرف العقد تاعي وان شاء الله ونزيد نفرح ان شاء الله، ونفرح ان شاء الله الانصار ان شاء الله.